احنا لسه بنتكلم على ليبيا، ولكن قد يكون بشكل مختلف. ذكرى ميلاد عمر المختار، وهو احد اهم الرموز العربية، الصورة الشهيرة المعروفة على مستوى النضال والتصدي للاستعمار، عمر المختار. طيب خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد عفيفي، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة. اهلا 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 يا دكتور. مساء الخيرات يا صديقي العزيز. يا مساء الفل يا دكتور. يا دكتور مش هتجيلنا بقى يا دكتور مره، تنورنا كده وهتسعدنا. الله يسعدني ارجوك ارجوك. دكتور، كيف ترى هذه الذكرى لهذا المناضل الشهير العتيد العظيم، واللي بيرجع بينا لازمنه التحرر العربي؟ في الحقيقه يعني ذكرى عمر المختار ذكرى مهمه جدا، مش بس على المستوى الليبي والكفاح ضد الاستعمار الإيطالي اللي كان في الحقيقة، أو بيعتبر حتى الإيطاليين نفسهم بيقولوا إن هو كان أسوأ أنواع الاستعمار، خاصة في مرحلة الفاشية ووصول موسوليني إلى الحكم. صحيح. لكن كمان عمر المختار هو أيقونة الكفاح والنضال الوطني في العالم العربي وفي إفريقيا. وعايز اقول لحضرتك ان عمر المختار قاد الكفاح، بما ان انا كنت لسه بسمع عن الدور المصري في ليبيا، عمر المختار قاد الكفاح الليبي ضد الاستعمار الايطالي لفترات طويله جدا. ولما كان بيضيق بيه الخناق هو والسنوسيه، الفرقه الصوفيه السنوسيه اللي هي كانت بتقود الكفاح، والسنوسي احد يعني المقاتلين الكبار في ضد الاستعمار سواء في ليبيا او في شمال افريقيا كله، كان عمر المختار بيلجا الى مصر. مش هقول بيهرب، بيلجا الى مصر. ليه؟ لان زي ما حضرتك عارف عمر المختار من برقه، الاقليم الشرقي في ليبيا، ومعظم القبائل والعائلات في برقه في الاقليم الشرقي من ليبيا نصهم الثاني في مصر. صحيح. في السلوم ومطروح سيوة حتى الفيوم. وبالتالي كان في الحقيقة تضامن مصري كبير جدا مع حركة النضال الليبي ومع عمر المختار. وكم من المرات اللي جه فيها عمر المختار إلى مصر، والسونسيين اللي كانوا بيقودوا النضال ضد الاستعمار الإيطالي، وكانت مصر بتأيدهم، لدرجة أن شخصية شهيرة جدا زي عزيز علي المصري اللي هو من أشهر الشخصيات في تاريخ النضال الوطني، وهو أبو الضباط الأحرار المصريين. صحيح. بالمناسبة هو كان بيدافع عن ليبيا. وبالمناسبة شخصية زي عبد الرحمن عزام اللي هو أول أمين للجامعة العربية، الجامعة العربية، ده في ليبيا أيقونة، لأن هو اللي كان بيساعد على النضال الليبي. وبالمناسبة أحد يعني أساتذتنا في التاريخ محمد فؤاد شكري رحمة الله عليه، هو اللي جهز الملف التاريخي والوثائقي اللي خاص بالدفاع عن استقلال ليبيا في الأمم المتحدة في بداية الخمسينات، وكانت مصر هي اللي بتأيد ده. وحصلت مصر على حصلت ليبيا على استقلالها نتيجة الجهود المصرية في ذلك الوقت. ففي الحقيقة عمر المختار وبرقة نصها الثاني موجود على الضفة الأخرى اللي هي في مصر. طب ده شيء عظيم يخليني أبقى مصر أكتر على التشرف باستضافة حضرتك، ونتكلم على الدور المصري في حركات التحرر والنضال العربي وأيضا الإفريقي، يمكن كمان في فترة الستينيات. دكتور محمد، أرجوك 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 ادلنا من وقتك مساحة كافية، تنورنا وتشرفنا، وأشكرك بجد حقيقي على هذه المداخلة وعلى هذه المقاربة الرائعة. دكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة. انظر إلى المقاربة، المقاربة هي أنه في نفس ذات اليوم هو ذكرى ميلاد عمر المختار، بس المقاربة اللي حطها دكتور محمد عفيفي أكتر من رائعة، على علاقة النضال وحركة التحرر العربي والنضال الليبي بالتحديد بمصر، وإزاي مصر كانت دائما شريك رئيسي في حركات التحرر العربية وفي دعم النضال العربي وفي رفض الاستعمار
وفي رفض التدخلات في الشؤون العربية، وفي رفض فرض الوصاية على الدول والشعوب العربية.